السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ولا جاتكم مقطع جديد من ماينكرافت الجوال. طبعا شباب هذا الفيديو راح نلعب سيرفر تحدي البناء. فطبعا هذا السيرفر اشتغل على التحديث الاخير اللي هو 1.1.0.9. فالاي بي مالته راح تحصلونه في الوصف، واتمنى انكم ما تنسون تضغطون على زر اللايك وتشترك في القناة ذاكرة ما مشترك. ويلا تركم مع المقطع. طبعا اول ما تدخل للسيرفر يا شباب راح يطلب من عندك تسجيل. فطريقة التسجيل في السيرفر تضغط على منطقة الكتابة، بعدين تضغط سلاش، بعدين تضغط هنا ريجستر اذا انت يعني ما مسجل يعني استوك تسجل، فتضغط ريجستر بعدين كلمة السر. واذا انت مسجل قديما في السيرفر فتضغط فقط سلاش لوج ان وتسجل، ايضا تكتب كلمة السر اللي كاتبها انت يعني كون انت تتذكرها. وهذا طبعا طريقة التسجيل في السيرفر. والان خلينا ندخل جيم. طبعا السيرفر فيه العاب يعني مو بس تحدي البناء، فيه العاب كثيره تقدرون يعني تدخلوهن. فالان احنا راح نلعب تحدي البناء، فخلينا ندخل جيم. طبعا اذا ما بدا الجيم بسرعه فراح اقطع الفيديو ومن يدخلون راح ارجع لكم. والان دخلنا الجيم. طبعا البناء هو روكت يعني صاروخ، فخلينا نجهز البلوكات اللي راح نبني بيها. طبعا فكر اني اسوي الصاروخ من جولد وايرون، يعني شكل يعني شكل يعني البلوكات الجولد والايرون حلوه. فخلينا ناخذ بلوكات الجولد والايرون وخلينا نبدا بالبناء. طبعا خلينا نخليه يعني يكون من هذا الارتفاع. اوكي شباب الان انهينا القاعدة مال الصاروخ، الان نكمل البناء. طبعا خلينا نكمل البناء من ايرون يعني يكون شكل البلوكات حلو. طبعا نخلي هذا الارتفاع. طبعا الان الصاروخ يعني مبين مو يعني صاروخ حقيقي، لكن الان من نكمل البناء راح يبين يعني شكله الحقيقي. طبعا هنا نخلي نكسر هاي البلوكات لان يعني يكون احلى اذا كان بهذا الشكل. فايضا خلينا نكمل هاي هنا الفراغات نخليها بالجولد. طبعا لازم نسرع لان يعني تبقى دقيقتين الوقت وينتهي، فلازم يعني نبني بسرعة. والان انهينا الصاروخ. طبعا خلينا اجيب هاي بلوك الدرج اللي هي الابيض، فيعني تخلي شكله حلو زي ما تشوفون يا شباب. طبعا الان كملنا الصاروخ، يعني صاروخ يعني جيد، لكن خلي نجيب هنا زجاج نحط هنا يعني يكون نافذة، وايضا بالجهة الثانية نحط بلوك الزجاج. اوكي والان نجيب شبكة العنكبوت يعني تكون الدخان اللي يطلع يعني من الصاروخ،
يعني عدة صاروخ انطلق، فيعني يكون شيء خرافي. اوكي، انه نحط هنا من هاي الشباك العنكبوت. اوكي يا شباب، الان انهينا بناء الصاروخ. يعني صاروخ يعني مو كلش حلو، لكن يعني شكله من فوق يعني هذا اللي شباك العنكبوت باعتباره يعني الدخان، فيعني خلت شكله خرافي. طبعا الان خلينا نصوره. وانتهى الوقت، والآن خلينا نقيم البناء. طبعا هذا هنا بنى الصاروخ لكن يعني ما كمله، فلا لازم نعطي يعني بعد، لأن يعني ما كمله. طبعا القاعدة مالته خرافية، لو يعني مكمله حيكون الصاروخ شكله خرافي، فيعني شي ما كمل نعطيه بعد. هذا هنا اوه هذا شكله حلو يا شباب. هو طبعا ما مخليه 3D لكن يعني شكله حلو، نعطيه اوك، لأن يعني هاي شكل النار هنا يكون مال الصاروخ يعني خلاها شكله خرافي. خلينا نشوف البناء الثالث. اوه بناء، يلا ان شاء الله نفوز بالجيم. وهذا البناء اوه ما مكمل ايضا، لكن يعني شكله مو كلش حلو، فنطيه باد. يعني شكله مو حلو. وهذا الآن أيضا بان الصاروخ لكن شكله لا 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 باد، لازم نعطيه باد لأن يعني أيضا شكله مو حلو. ما أعرف هذا يعني شباب صاروخ أو ما أعرف شنو، فمو ما مبين يعني صاروخ. هذا هنا أنا ما بان أي شيء. أو لا باني باني أو أيضا صاروخ لكن يعني مو كلش حلو، فنعطيه أوك لأن يعني شكل هاي الحمم اللي من الصاروخ يعني شكلها حلو، لا يعني مو كلش حلو الصاروخ، فنعطيه أوك. وهذا الآن أيضا بان الصاروخ لكن شكله لا يا شباب مو حلو، هذا لازم نعطيه باد، مو كلش حلو. وهذا أوه ما بان أي شي، فنعطيه باد. المفروض نعطيه فيري باد لكن أنا أعطيته باد. الله شباب فزنا في الجيم، وطبعا انا حصلت 8 نقاط يعني اعلى واحد، فيعني كان يعني شكل صاروخ بيننا خرافي. وين رحنا صار يا شباب؟ شنو هذا؟ ضعف النت عندي اعتقد يا شباب. خلينا نروح غير مكان. والله شباب ما اعرف ايش صار في السيرفر، اعتقد السيرفر خراب. اعتقد رجع، اعتقد يعني من ضعف النت عندك هيك يصير في كاي الحالة. ف يعني فزنا في الجيم، وخلينا طبعا نعدل الشاشة. اوكي شباب انا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى ان الفيديو عجبكم واستمتعتوا، واتمنى انكم ما تنسون تضغطون على زر اللايك والاشتراك في القناة لو كنت ما مشترك، والاي بي والمعلومات مال السيرفر ايضا راح اضعها في الوصف. طبعا اعتقد هاي الحلقة الثانية، ما اعرف الثانية ام الثالثة، من تحدي البناء ونزلها بالقناة. فإذا تريدون يعني حلقات أكثر فضغطوا على زر اللايك، ومع السلامة.